وش فيك يا ليل الجراح ما جبت أخبار الصباح غيرت منديل الوفا بين المسافة والرياح وإحنا هنا والقلب ضعاف نتوسد أبواب الحصار مرت بنا شمس الحزن تغلق شبابيك النهار واحنا هنا والانتظار متوسد ابواب الحصار مرت بنا شمس الحزن تغلق شبابيك النهار مشاعرنا الثمان طولت فينا هالفراق وسكيتنا مر الحزن عابد سبيل عابد سامحني لا تسامحني لأنك أنت بروحك اللي جالس في طريقي أقول لك أعطيني هذه أعطيك هذه ليش كسرت كيف بعد ليش تباني أسامحك ببلاش أقول لك أعطيني هذه لا حول ولا قوة إلا بالله لا هذه ولا عنها أخ هاك خذ أنت إيش فيك؟ أنا ما أعرف هذا أم عابد ما أعرف أنا ما أعرف أمي؟ علامها أمي عابد مشى وانا ابغى نشدع عن الزوارة وبسولف له عن ام عابد لما شافت راية الايران تفسد وز اقول لك لا بزوارة ولا بشي احسن لي امشي ما ابوي انت بخير ايش هذا؟
كانت شايفينها من قبل. ما تذكر؟ لا أنا. بس أنا يا ولدي يعني شايفت نهر. ما أعرف هي يا رب. متأكدة إني شايفت نهر في البيت. بس متى وين؟ ما اللي في الورقة هذه إيش معناه؟ هذه راية ليرا. كيف؟ هذه الراية يعرفون بعضهم بعض. تدورين على راية ليرا هنا في بيتنا؟ لا لا أنا كني شايفتنا هني. ما أتذكر هين شايفتنا يا ولدي كان هني ولا هاني. شفتي راية ليرام المجرم هنا في بيتنا؟ أنا يطير واحد مثل ناقم باللقمة من حلقي؟ أنا ما بودرك والله ما ودرتك يا ناقم الناقم. زي سوى فيك تستاهل إنه خده. تتحلف على من؟ كنت مستضيق شوية. تتحلف لواحد أخذ اللقمة من حلقك ومن هذا الشجاع اللي قدر ياخذ شيء على ضاوي، وضاوي اللي قرب يشفط كل الحارة. أنا ونسيبك الحق مرزوق. إلا أقول إيش بقى مرزوق من حارتنا؟ عمي الحق مرزوق رجال على نيته ويحب يساعد ويسيطر. ولا تحسبني ما أعرف إنك تشتري أملاك أهل الحارة بفلوسه. هذا أنت عبد المأمور اللي يملى عينك بالمال. وبعدين ليش ما عندك بيت؟ ولا عقبتك جلسة دروب تراقب الماشي والياي في الحارة؟ يا الله يا الله يا الله عشان رئيس سول. ما خلينا مكان ما دورنا فيه. الحمد لله رب العالمين هالشي ما يلاثر عندنا في البيت. أقول ما فتشنا في بندوز زمزم. الشي ما عند بتمس ملاديسه وهي ما حد. ليش؟ ترى أغراضها أغراضي. حتى ولو هي حرمته ولازم تعرف. هيش مقوي عينها غير الحكي. صدق لو ودي نمشي لهالبيت وأقول لها الصدق وفرح قلبها بدل هالحرقة اللي في قلبك وقلبها. أباها تعرف إن عابد ما يبدل بهبتي. بس ليه متى يا ولدي بتضل على الحالة هذه؟ أشوف بتغير هوايتك من الهيات اللي بنصاصق على البيبان. أوه. انت ليش ما متحمد؟ بعدين بصراحة اريد تعرف سر هالبنية اللي جايبنها عابد. تزوجها ولا لا؟ الناس كلها عرفت بزواج عابد. بس عابد ما قال هالكلام بلسانه ولا كذبه. صدق انها دورة راس. هالموضوع ورا سر خطير، والكلام اللي سمعته من خالتي ام عابد قبل شوي يأكد كلامي. هذا غير الكلام اللي سمعته من عابد لما كانوا راجعين من السفر. كان يقولها وسط اهلك يعني بيتنا. تبى تقول انه انه عابد ما تزوج لبنية؟ يجوز، بس خليني اتأكد، بس على طريقتي. بمصاصة على البيبة. انت الحاج مرزوق شمك ضاوي
أنا خميس. خميس من حارته. ها من حارة الشيخ غيث. زين أجابك هنا. أنا هربت من ها على مكسكت خميس. لا أنا من حارة الشيخ غيث وبس. عايل ابشر باللي ردك لأهلك. أنا دربي صوب حارتكم. ها ليش؟ هناك عندكم بنتي أروح أطمن عليها. خلا قومش معي. خلا ما أقدر الحق مرزوق ما أقدر. أنا أعرف أنك تعبان يا خميس. خلك بالخيل. سامحني الحق مرزوق ما أقدر أروح حارتنا ما أقدر. وكذا اللي تسمع على إرام ما يخوفك؟ خلا خلا على الأقل بخليك مكان آمن لين الصبح. ريا وينك من يومين؟ ولا بتصيرين مثل ربيعاتك اللي نسوا زمزم؟ خالتي أم عابد يا بتني أبات عندك. أبوي نساني سنين طويلة. دار الباقي على عبد ما بينساكي. خلنا نرقد أحسن. زاهد قال لي إن عبد ما أكد إذا تزوج عليك ولا لا. أوه يا ريا خلاص خلينا نروح نرقد. يا الله بالصبر يا الله بالصبر يا الله بالصبر يا الله بالصبر ما شحيلة الدنيا هاي سبيلة. قدري ترحمي عليه. الله يرحمه يا رب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سامحيني بنت الحلال وقليلة في الجية. هذا كما تشوفي رجولي مضاربة. عورني إيش سوي. معذورة يا معابد معذورة. أعرف من كثر المشاكل إيش ترى مشاكل واجد عندكم. يا ربي بعيد الشر. هي المشاكل هذه مو عندنا. وبعدين تعالي أنت من قال لك؟ إيه بس. من حايل انتين يوم شافني طشان عصرن هن ابو شالات الفتينات ويابات الاخبار. تحيدي يا معابد سالفة تقر سالفة. يا ربي حتى وانتي في عزة وترك ما تودري طبعك الله يهديك. بس زين ما انا تو وحدة جايبت السويلفات مو بتسكتي عنها الا بتسمعيها. يا شمس استهدي بالله وذكر يا الله المرحوم الله يرحمه يتغمد روح الجنة ابو ولدك ويستاهل تقري له ختمة وتربي له ولد صالح يذكره بالخير ولا تنوي له بصدقة قارية ثقل ميزان أعماله. صدقة؟ من هني اللي أنا صدقة؟ أنا وحدي فقيرة وبعدين أنا وحدي ما أجد عشا ليلة عاد صدقة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أنت يا شمسة دومك تصيحي بالمالحة. عي
وما يعرف يلعب. يدور دوري يدور دور دور وما يعرف يلعب. يدور دور دور. هذه سوات تسويها فيني يا عبد الحميد؟ تخليني لا حس ولا خبر. هاي تعال هني داخل بدحر وطالع بدحر. كيف قاتل امك انا؟ ايش تبي انت؟ لايش تبى؟ ابغى ابوي. روح دوره. البارحه حلمت بيه وكان بشده وقال يقول لي جميله ما بتشوف الولد. اسكت. خفت من حلمي؟ ايه خفت من حلمك يا ابو الكرامات. روح 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 صل فرضك احسن لك. روح تعال. بعد ما خلصت كلامي قول اللي اسمه غيث يشتغل وشل الاولاد اللي تارس فيهم بيتي. هذه ما هبطت العيد. اللي اسمه غيث في بيتنا. انزين انا بمشي لاخوي ضاوي بخليه يجي يعق شماطيركم كلكم بالبحر مثل ما قلتي له يواري ابوي. فكره حلوه لانها تتقرب للناس ومنها تاخذ ذوق ثاني. زوجة والم الوضع اللي انت فيه يا ناجي يا شيخ ناجي. اخ اخ لازم تاخذ حذرك من باه وعمه. عمه الحين ما عارف اذا كان هو اللي رام ولا لا. وعبد الحميد عبد الحميد يا ناجي ولا انت ناسي ان ولد عمك ما يستو ما تنشد عليه ولا طرشت حد يدور عليه. ايش الفرق بينك وبين غيث؟ الناس لا تتجاهلهم مثل ما تجاهلهم غيث. وغيث بعد شوف لك صرفة معاه رجع البيت لكن بشرط ما لأمر على الحارة ولا نهي. فلاح خير لغاية ما يوصل فلاح. يلا ذهب عمرك وراك عرس. ايش تبي اكثر من كذي يا ناج؟ شيخ ومعرس.
خير خير، هش هناك عندش. ناصر يقول أنا قلت الضاوي واري عبد الحميد. هش جالسة تقولي أنتي؟ ضاوي هو سبب غيبة عبد الحميد؟ لا، ضاوي يحبنا ويحب للخير. واللي قلتي؟ كلام ناصر؟ إيه. ناصر يكرهني مثل ما عابد تكرهني. ليكون معابد دعت على عبد الحميد انه يختفي مثل ما دعت على سليمان؟ كنتي في ناصر وصرتي في معابد، اثنينهم يكرهوني. المهم ضاوي ايش دخله بغيبة عبد الحميد؟ شو سمعت يهدد قدام جميلة؟ والسبب ما اعرف. إذا خبرنا إيش بنسوي؟ نحن معك. الحين دورة قلت لك. يوسف يوسف، لا يا يوسف يوسف يا يوسف يوسف. من شلمه هي؟ ناصر يا ناصر، يوسف أقولكم من شان خنجري وتفقي من هالمكان ذي. خذ يا عمي خذ. اي نعم، هذا اتفق الصنعة صح. ها الخنيار، ها هذه الخنيار. نعم هذين مكانتهم كبيرة في عيوننا. منين يا بيتهم؟ هذه من ذاك الوقت ادور عليها للحين ما لقيتهم. يوسف ورباعته يلعبوهم في الحارة. نعم وقدام الناس بعد. وافضيتي خنيار واتفق الشيخ استو لعب اللي يهال. أقول ناصر، ناصر من الناس اللي شافوا يوسف وعنده اتفاق؟ أهل الحارة كلهم متجمعين عند بيتك يقولوا إنه الليلة ملكة وعرس شيخهم الجديد ناجم. وأنا هش دراري. كيف هش درار وكلام ولده ناصر؟ يا سلام متفيق أنا الكلام ناصر. يا أخوي أنا خايفة منهم، خايفة يتوحدون فيني. الله يخليك طلعهم من بيتي. من باكر من باكر بتشوفين قشارهم في البحر ونراويهم قدرهم. هي عشان تكون حباهم فرقامكم أنتوا الاثنين. حتى لما ننظلم توقفين ضدنا؟ يا ضاوي أنا بالكم الخير، أبا أهل الحارة يحبونكم. ما بيحبوننا إلا إذا كسرنا خشومهم. هيا 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 يا كرب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الخير أبا أنشدكم، حد منكم شاف خميس؟ ما في منا. لا حول ولا قوة إلا بالله. خميس من يوم ما رجعت أنت من السفر وما حد شاف وجهه. ايش سالفة اهل الحارة؟ كل يوم حد منهم ينقص. زين ما قال، ما وصى حد بشيء؟ كل يوم امشي وانشد عنه اهله ويقولون ما يعرفونه هين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خذ اعطي اهله هالقرشين اللي عندي. مشكورة تاجر عابد مشكور. Thank you.
عيال عمو يتقاتلوا؟ لا تستغربي، احنا اخوان و عابد يبني بيت. والعروس؟ امي بتطلعهم كلهم من البيت، امي تقول ان بيت جدي التاجر العود، وخالتي وعابد ما لهم شي فيه. يا ولدي، وعشان تبقى هالمحبة يا عمتي أحسن نسكن أنا وأمي وزوجتي في بيت ملكي. وصاني مخزوم ما أطلع من هذا البيت، وعلشانه بتحمل وبيلس وما بطلع من هني إلا بجنازتي. شيما يا أختي قولي له. ما بنعيش في بيت ما ملكنا، عشنا سنين رباعة على الحلوة والمرة، بس طول هالسنين ما سمعنا حد يعايرنا. توبة ما عودنا، انتوا الداخلين وانا واولادي النادرين. يلحق يا ابوي يلحق، الشيخ غيظ وحده في البيت ما حد عنده يساعده. عابد انا ما بخليك تخسر حياتك على سد بيت غيث. غيث اخو فلاح، اذا خلي ينتظر فلاح يجي يدافع عنه، واحنا رجال الحاره ايش دورنا هني؟ دورنا ندافع عن الحاره وعن اللي يدافع عن الحاره، ما ندافع عن غيث اللي ما يهمه الا نفسه. وبعد شو مثل ما تشوف الناس تسكت؟ لا يا زاهد لا، ما عابد اللي يسكت. زاهد يا زاهد ودر خلنا نمشي. ودر سلاح، اقول لك ودر يا زاهد خلنا نمشي. ودر ايش فيك ما تسمع الكلام؟ ودر ودر يا زاهد. ضربه ضربه يا ناس، لحقوا ولاد المرحوم مخزوم يتضاربوا يا ناس، لحقوا لحقوا. حرس انتو حرس، ما تستحي على وجوهكم؟ يلا يلا روح قبض الباب، أدبهم يستاهلوا. اليوم أنا موجود وأنقذتك، باكر الله العالم.
اي والله صدقك، الله استر. ولا يهمك، انا بجيب لك حراس خير على راحتك. يلا يلا زولوا من قدام، زولوا من قدامي. لا 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 لا، خلي سالفة الحرس علي. انت التفت لعمرك ريال، واليوم معرس، يعني المفروض تكون على راحتك، وخل امور الحراس علي انا. ضاوي هي كلمة واحدة وما زيد غيرها. صراحة ما اريدك تتدخل في اموري. وليش ما قلت لي لا تنقذني؟ عادي، أنا شيخ تفديني بروحك. ناجم تأدب. الشيخ ناجم. إذا تسألي عن غيث وناجم، نحن ما نعرف عنهم شيء، وعابد أنا ما بخليه يخسر حياته على سبهم. تفضل عمي تفضل. عابد عابد عابد، هسك ابوي من نومه. ابوي هذا معني. عابد وعابد عابد. صباح الخير خالو. صباح النور ابوي. هنا اخوك؟ والله ما شفته. هو ما حد على فراشه؟ لا ما حد. ايه عن يكون مش عند ناجم بعد اللي شاف البارحه؟ ما اظن يروح لغيث وناجم. وابوي وين شاف البارحه؟ شاف ان غيث وناجم كل واحد ارد من الثاني، فليش الواحد يقلل من قيمته ويهز بنفسه؟ صدقت يا ولدي، بس عاد مستحيل من فلاح. ها اذا فلاح حقاني بيقول نفس هالكلام. يا اهلا وسهلا ابوي، دارتنا البركه والله. الله يبارك فيك يا بنتي، الله يبارك فيك ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا تفضل ومد يدينك واختار اللي تبغاه. الحين انت يا رحيمه يا بنتي الله يهديش، فوليني انا وزوجش خايس فرقاده. قومي قومي نحضيه، خلي تفول معي. قومي لا تخاف علي يا ابوي، هذا مداري عمره في الاكل.
زين ما ياكلني أنا يوم واحدة. أنا أجي عندك عشان تضحكيني. صدق يا أبوي. كيف يعني يا بنتي؟ وبعد ما تعرفيني؟ أعرفك بس عاد ما كنت أعرف أن المعابد شان عندك. أنت تعرفها من زمان؟ أنت بس أعطيها هذه الهدية وسلمي عليها، وإذا قدرتي تحبي على راسها فحبيها 100 مرة. طمنيني ما على زمزم. زمزم بخير. اشتقت لها. تكلميها؟ لا قصتها في حاجة وردتني. ردتك؟ هذا طبع الجازة القديم. جازية؟ من هي الجازية؟ يا بنتي هذه سالفة قديمة قديمة وايد، ومن يوم ما جابت ولد سمت روحها أم عابد. أم عابد هي الجازية؟ وإيش هو طبعها القديم؟ يا بنتي لا تتعبيني أكثر من جدي، لا تتعبيني أرجوك. أنت ودي لها هذه الهدية وسلمي عليها. قلت لك ما أكلمها. كلميها وطلبي مسامحتها بعد، وحتى لو هي غلطانة اعتذري منها، سمعتي؟ يا أبوي قلت لك كلميها ولا تخلينا ثني كلامي، سمعتي؟
فيك يا ليل الجراح ما جبت أخبار الصباح غيرت منديل الوفا بين المسافة والرياح وإحنا هنا والقلب ضعاف نتوسد أبواب الحصار مرت بنا شمس الحزن تغلق شبابيك النهار واحنا هنا والانتظار متوسد ابواب الحصار مرت بنا شمس الحزن تغلق شبابيك النهار الوطن دامت مشاعر